اهلا بحضراتكم من جديد. طيب هنتكلم على مباراه الاهلي والوداد، لقاء الذهاب غدا في نهائي دوري ابطال افريقيا. الاتحاد الافريقي اكيد عامل تحضيرات مهمه جدا سواء في الذهاب او في الاياب، ويمكن البطولات الافريقيه الفتره اللي جايه هتاخد منحنى مختلف تماما عن الفتره السابقه في مساله بث المباريات، الانتاج التلفزيوني، الاستفاده من الحقوق التسويقيه، في امور كتير جدا الفتره اللي جايه الاتحاد الافريقي هيشتغل عليها زي ما حصل بالامس في تحديث بعض الامور المتعلقه بالامور الاعلاميه والتسويقيه، وتم عمل ميديا اوبن داي لكل وسائل الاعلام سواء في معسكر الاهلي او حتى في معسكر الوداد. ولكن عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا تخص الاهلي ونقطه مهمه جدا تخص نادي الوداد. النقطه اللي بتخص النادي الاهلي هي نقطه متعلقه بالعنوان الاساسي بتاعنا، الاهلي بمن حضر. عمرنا، وانا واحد من جمهور الاهلي قبل ما اكون صحفي او حتى اعلامي، عمرنا ما اتكلمنا احنا عندنا غيابات، مين موجود مين هيغيب. دائما وابدا الاهلي معودنا ان هو بمن حضر. على فكره في بعض المناسبات وفي بعض المباريات تحديدا امام الوداد حصلت بعض الغيابات، وفي بعض الاوقات الغيابات كانت مؤثره بشكل كبير على تشكيله الفريق، ولكن تاريخ الاهلي بشكل عام يقول لا، ان الاهلي مهما كانت الغيابات كل اللعيبه بتبقى رجاله في الملعب، الجهاز الفني بيتعامل مع كل الظروف، بيقدر يشتغل وبيحضر بشكل كويس، ووجود الجمهور ما بيكونش رقم 12، جمهور النادي الاهلي في استاد القاهره او في اي مكان في العالم بيبقى رقم واحد بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فالقصه بالنسبه لنا الاهلي بمن حضر. في 2017 غاب حسام عاشور عن الذهاب والاياب، في 2022 غاب محمد عبد المنعم، ولكن في نفس الوقت الاهلي على مدار تاريخه بيقدر يصنع المعجزات. وهنا المعجزات عايز اضرب بيها المثل في نقطه مهمه جدا. افتكروا دايما تاريخ الاهلي بيقول، والتاريخ دايما جزء من الحاضر ويبقى المستقبل، لان الاهلي دايما عنده تاريخ الحمد لله طويل ومشرق في المسابقات الافريقيه. لما فرقه بتكسب الاهلي او بتعمل عليه نتيجه مره او اتنين ما بتتكررش تاني. ما بتتكررش تاني ليه؟ لان الاهلي دايما فلسفته انا الاسم الكبير في القاره الافريقيه، انا الفرق كلها اللي بتخاف مني، فلو كسبني مره او اتنين لازم يعمل لي حساب في المره الثالثه. ومش هتكلم على التاريخ وارجع مثلا من اول بدايه البطولات الافريقيه في الستينات والسبعينات، لا هتكلم حتى على الحقبه الاخيره في الفترات حتى اللي صن داونز كان بيتفوق فيها مع الاهلي، كان بيقدر الاهلي يوصل للمباراه النهائيه او بينافس على البطولات الافريقيه ويكسب بطوله واتنين ويوصل نهائي مره واتنين وتلاته، في المقابل صن داونز ما بيتاهلش. تبص حتى على فريق الترجي التونسي في فتره من الفترات كسب الاهلي في الفاينل 3-0، ولكن بعد الفاينل ده بص على نتائج الاهلي مع الترجي في تونس قبل ما تكون في مصر، كلها نتائج مميزه ونتائج ايجابيه. وبالتالي فكره ان فريق ممكن يعمل اسم وتاريخ على الاهلي ما بتستمرش كتير، ممكن تحصل سنه اتنين ولكن مش على مدار التاريخ. لذلك عايز اكد على هذه الجزئيه امام الوداد. فاز على الاهلي في 2017 صحيح، وفاز على الاهلي في 2022، ولكن في الثالثه ان شاء الله مش هتبقى ثابته، لان في الثالثه باذن الله يقدر الاهلي يكسر الرقم ده ويقدر يصنع تاريخ جديد مع فريق بيحاول يصنع تاريخ على حساب الاهلي. تمام، دي نقطه مهمه جدا كنت عايز اتكلم فيها بشان التاريخ.